عن دور الوزارات بهذا الموضوع قاسم اسطنبولي، وماذا كان دور وزارة الثقافة في ذاك الوقت، وماذا ننتظر من وزارة الثقافة في وقتنا هذا؟ معنا مباشرة على الهواء معالي وزير الثقافة محمد داود داود. مرحبا. مرحبا، يعطيك ألف عافية معالي الوزير. الله، أول شيء بدي رأيك في المشروع الذي يقوم به قاسم اسطنبولي والمجموعة المؤمنة بهذه المشاريع الثقافية في الجنوب تحديدا ولا مركزية الثقافة. تفضل معاليك. أول شيء بدي أوجه لك تحية. شكرا. تحية كمان لأستاذ قاسم. تحياتنا. وكمان لجميع المستمعين. شكرا. يعني نحن سبق، أنا سبق لقاسم بالمسرح. ونحن يعني نحن شجعنا جدا جدا كل شيء عم بيقوم فيه هاتم اسطنبولي. نحن بالنسبة لنا هدف من أهداف الوزارة المرحلة القادمة هي التركيز بشكل كبير على لا مركزية الثقافة، لأنه نعتبر أنه الثقافة والمسرح والفن بكل أشكاله بكل أنواع وتجلياته هو يجب أن يكون مادي في متناول جميع الناس. نعم. ولا يجب أن يكون حكرا على منطقة أو على فئة أو على طبقة من الناس. اللي عم بيقوم في قاسم اسطنبولي هو بالضبط هذا اللي نحن بدنا إياه، هو اللي نحن بدنا نشجعه. إمكانيات الوزارة المتواضعة صراحة هي حتكون بخدمة هذه المشاريع، لأنه هذه المشاريع الشبيهة بمشاريع قاسم اسطنبولي اللي بتعتمد على على الريادة وعلى الإبداع وعلى المبادرة الفردية. صحيح. وعلى الإيمان بقيمة العمل اللي عم نعمله. هذه المشاريع هي حتكون بصلب اهتمام الوزارة، هي بتعطي صورة حلوة للبنان وبالتالي للوزارة. يعني نحن هذه المشاريع الوزارة تستفيد منها بقدر ما بتقدر كمان إن هي تفيدها، وبالتالي نحن منشد على ايده للاستاذ قاسم وبنقول له نحن مره جديده منجدد، نحن سبق وقلنا له انه نحن داعمينه ومعه وبنشجعه، ومره جديده انا بستلم هذه الفرصه تقول له انه كمان نحن معه وبقدر الامكانيات المتاحه للوزاره ان شاء الله حنقدر نحط هذه الامكانيات بتصرف وبتصرف كل الناس كل المبدعين اللبنانيين الطموحين اللي بعضهم بحسوا بعضهم بيامنوا بهذا البلد. يعني رجاء كمان يكون في خطة واضحة مع الوزير. نحن نقدر كل الوزراء اللي قطعوا، خاصة نحن دايما على تواصل معهم بإذاعة صوت الشعب، دايما منقول يا ريت الخطة تكون واضحة الملامح وتكون بمتناول الجميع، ودايما بتقول أنه بحسب يعني مقدراتنا وبحسب نعم. معطياتنا وبحسب موازنتنا. أنا أكون واضحة جدا، لك أنه أنا الوزارة اليوم بقدر كل مشروع بيتقدم لهذه الوزارة بقدر أنا أمنه، ما فيك تحتضنه ماديا من ألف إلى ياء. صحيح. واضح. أنا واضح وصريح، ولكن نحن لا يعني أبدا أنه نحن عم نتخلى عن هذه المشاريع. نحن معنويا داعمين بقدر المستطاع، ونحن هنجرب بإمكانيات الوزارة وبالإضافة إلى يعني نحن نحن نقدر الوزارة قدرتنا أنه نجمع نأمن تمويل لهذه المشاريع 100% من خلال علاقات الوزارة مع القطاع الخاص مع شركة مع يمكن هذا هو المؤمل منكم دولية مانحة من لبنان من خارج لبنان. نحن عم نسعى بهذا الاتجاه لأنه بعتقد صراحة هذا يعني أحسن شيء نقدر نعمله، هذا أحسن شيء نقدر نعمله. ما نركز شوية على التمويل لأنه إمكانيات وزارتنا للأسف يعني أولى بصراحة، يعني الإمكانيات متواضعة بس، ولكن لا يعني أبداً أنه نحن فاقدين الأمل، بالعكس نحن هذا بشكل بالنسبة لنا حاكم حفز وتحدي. هيدا أولاً طبعاً. وكل إنسان بيقدر، يعني هاي قاسم بالنهاية كان لحاله صاروا مجموعة كبيرة وقدروا يحققوا الحلم، فبالتالي هني كمان مثال يحتذى، فما بالك حضرتك بالحكومة يحتذى. معالي الوزير ان شاء الله قريبا بتكون ضيفنا لنحكي اكثر. شكرا محمد داود داود وزير الثقافه، ان شاء الله على وجودك ونحن معك ومتابعينك. شكرا لكم، يعطيك الف عافيه من صوت الشعب. يا هلا.